well, actually, اللي حنعمله هلا نحن عم نحاول نحضر للسنه الجاي ان شاء الله وللسنين اللي جاي كيف نعمل بروبر فرانشايز اكزيبيشن نعطيه حقه، لانه اليوم للاسف ما عندنا اكزيبيشنز 100% عم تعطي حقوق للفرانشايز. نحن هدفنا انه نعمل فرانشايز اكزيبيشن ذات توكس اباوت ذا نو هاو اوف فرانشايز، يكون فيها سيمينرز تعطي توعيه للعالم ان تيرمز اوف فرانشايز، بذات الوقت يكون فيها حضور منه على النطاق الخليج بس، يكون على نطاق ان شاء الله العالميه اذا الله بريد. Well, actually, اللي حنعمله هلا نحن عم نحاول نحضر للسنه الجاي ان شاء الله وللسنين اللي جاي كيف نعمل بروبر فرانشايز اكزيبيشن نعطيه حقه، لانه اليوم للاسف ما عندنا اكزيبيشنز 100% عم تعطي حقوق للفرانشايز. نحن هدفنا انه نعمل فرانشايز اكزيبيشن ذات توكس اباوت ذا نو هاو اوف فرانشايز، يكون فيها سيمينرز تعطي توعيه للعالم ان تيرمز اوف فرانشايز، بذات الوقت يكون فيها حضور منه على النطاق الخليج بس، يكون على نطاق ان شاء الله العالميه اذا الله بريد. فرانشايز از ون اوف ذا بيجست اندستريز، يعني اذا بتطلع عليها اليوم التيرن اوفر تبع الفرانشايز 30 بليون دولار، منها مسحه، يعني عم تحكي within the middle east. So it's one of the biggest. It's one of the biggest. اليوم الامارات لحالها 1.1 بليون. So in terms of franchise اكيد it's one of the biggest. الاهتمام عم بيكون كثير عليها هلا، لانه كل العالم اللي كانوا عم بيشتغلوا ان كان من ريل استيت ولا ستوك ماركت ولا الشركات الكبيره صاروا عم بيعملوا دايفرسيفيكيشن وعم بفوتوا اكثر بالفرانشايز، ديرفور الفرانشايز عم بيكبر. وعم نشوف اصلا نحن كل سنه عن سنه 27% جروث، ديرفور براينا انه اتس سمثينج فيري امبورتنت ولازم نعطي الاتنشن عليها، وان شاء الله يكون في اهتمام اكثر مثل ما رح يحكي زميلي سامي ليم اللي هو كمان من فرانكو فيليبينز اللي هو الهيد اوف الاسوسيشن تبع فيليبينز. نعمل ان اسوسيشن اللي هو عم نشتغل عليها ان شاء الله، ان اسوسيشن لكل الخليج للفرانشايز، يكون عندنا فرانشايز اسوسيشن للخليج وان شاء الله تطلع من اندكس شو اذا الله بريد. هيدا البلان. لكن انا برايي اذا بينعمل لها بروبر بروموشن وبروبر ماركتينج ويكون فيها منوعه من جميع الالوان، ان كانت من ديفرنت ناشوناليتيز، ان كانت من ديفرنت بلدان، ويكون فيها النو هاو والنولج وسبورت لها، بعتقد حتكون ون اوف ذا بيجست. ون اوف ذا بيجست ان ذا سنس ان شاء الله حتكون مثل اللي عم ينعملوا بدول العالم، يعني مثل ما عم نعمل بواشنطن، عم نعمل بنيويورك، عم نعمل بالفلبين. يعني اليوم انا برايي إذا ما في عندك مينيمم 200 اكزيبيتور ما عندك شو، وإن شاء الله وي ايم فور 200 اكزيبيتورز إذا الله بيريد.